بقيت العضلات بتاعت اللور لمب كلها اللي هي عضلات الليج دي عباره عن ايه؟ رجلي من تحت عباره عن ثلاثه كومبارتمنت انتيريور كومبارتمنت لاترال كومبارتمنت وبوستيريور كومبارتمنت. البوستيريور كومبارتمنت طبقتين، طبقه سوبرفيشال بره اللي هي عضلات السمانه بتاعت التندو اخيلس، وطبقه ديب. خلاص ماشي. بحفظ العضلات بتاعتها ازاي؟ بحفظ العضلات بتاعتها 2 3 4. بحفظهم ازاي 2 3 4؟ بحفظهم ازاي 2 3 4؟ بحفظهم ازاي 2 3 4؟ 2 3 4 كده، 2 3 4 يبقى انا فوتت واحد صح. ببتدي اعد من رقم 2 2 3 4 ونحفظ السكيما دي. هقول لك ايه؟ 2 ورا لاترال ماليولس، 3 ورا ميديال ماليولس، و4 في النص. قولهم تاني. 2 ورا لاترال ماليولس، 3 ورا ميديال ماليولس، و4 في النص. يعني ايه؟ بص يا دكتور، مش ده العظم بتاع رجلك؟ العظمه دي مين؟ ناحيه الصباع الصغير. مين؟ ده اللاترال ماليولس صح؟ طيب العظمه دي مين؟ ده الميديال ماليولس صح؟ ده الصباع كبير يعني ناحيه ميديال. خلاص؟ انا هقول لك ايه يا دكتور؟ هلاقي عضلتين اثنين ورا اللاترال ماليولس ده، يبقى انا كل اللي هعمله هدور على اللاترال ماليولس الاول. هلاقي وراه اثنين تندونز. خلاص؟ ادي الميديال ماليولس اهو. هقول لك يا دكتور أربعة ثلاثة ورا ميديال ماليولس، يبقى دي الميديال ماليولس هشوف وراه ثلاثة، ثلاث عضلات، ثلاثة تندونز. خلاص؟ طيب أربعة في النص، يعني من قدام من هنا ما بين الميديال ماليولس واللاترال ماليولس هلاقي أربعة تندونز. يبقى أنا كل اللي أنا بعمله بلف في الحتة دي زي بالظبط ما كنت بعمل في الفور أرم. هل كنت بمسك العضلات من فوق ولا كنت بمسك من عند التندونز من تحت؟ نفس النظام. ما هو ده بقى الحتة دي هي دي الفور أرم بس بتاعت رجلي، اللي هي الحته الرزله بقى اللي بتخليكم تعيطوا في الايه؟ في السبوتنج. خلاص؟ احنا هنحفظها دلوقتي احسن من اي حد. خلاص؟ نقولها تاني. 2 ورا لاترال ماليولس، 3 ورا ميديال ماليولس، 4 في النص. احفظ معايا. 2 ورا لاترال ماليولس، 3 ورا ميديال ماليولس، 4 في النص. لفظه بيرونيس، لفظه لما اقول كلمه بيرونيس يعني فيبيولا. لما اقول كلمه بيرونيس يعني فيبيولا. اي عضله اسمها بيرونيس يعني لازقه في الفيبولا. خلاص؟ في ناس في بعض المراجع بتكتبها فيبيولاريس، يعني كلمه بيرونيس هي فيبيولاريس، زي ما العضلات اللي ماسكه في التيبيا اسمها تيبياليس. خلاص؟ وطبيعي جدا لما يبقى عندي عضله هتمسك في الصوابع يبقى اسمها ديجيتورم صح؟ وكل العضلات اللي هيبقى اسمها ديجيتورم لو جايه من فوق ورايحه للصوابع يبقى اسمها ديجيتورم لونجس. خلاص؟ انا ما عنديش في اللور ليمب سوبرفيشاليس وبروفاندس زي القبر، انا عندي لونجس وبريدس. خلاص؟ طيب صباعي ده لما كنت بمسك فيه عضلات كنت بسميه بوليسيز، صباعي ده لما همسك فيه هسميه هالوسيز. اللي هيمسكوا من قدام هيكونوا اكستنسورز، اللي هيمسكوا من ورا هيكونوا فليكسورز. خلاص يا جماعه قواعد كده سهله. طيب تعالى نشوف بقى ايه قصه 2 3 4 دي. بص يا دكتور، مش ده الصباع الصغير؟ يعني ده اللاترال ماليولس، يعني الشهامه والجدعنه والرجوله صح. ادي اللاترال ماليولس اهو، انا قلت اتنين ورا لاترال ماليولس. بص يا دكتور، ادي اللاترال ماليولس اهو ورا اتنين تندونز، ادي تندون اهو. خلاص؟ وادي تندون تاني اهو. بص ادي تندون تاني اهو، ادي عضله تانيه صح. عضلتين اهو، عضله وتحتيها عضله، الاتنين ورا اللاترال ماليولس. اه بس هي لان هي الفليش لازق لحد تحت خالص فانا مش قادر احشر صباعي تحت التم. خلاص؟ فانا عندي عضلتين اهم ورا اللاترال ماليولس، مفيش حاجه ثانيه. الاثنين ورا اللاترال ماليولس دول، اللاترال ماليولس ده جزء من عظمه اسمها فيبولا. يعني معنى كده ان الاثنين دول لازقين في الفيبولا، يعني معنى الاثنين دول اسمهم فيبيولاريس صح؟ او باللفظ الصح بقى بيرونيس. يبقى عندي بيرونيس لونجس وبيرونيس بريدس. بيرونيس لونجس، بيرونيس 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 بريدس. اللي بيغذيهم نيرف اسمه ماسكولوكوتينيس نيرف. تاني؟ اه. ماسكولوكوتينيس نيرف تاني. برانش من مين؟ من الكومن بيرونيه. من الكومن بيرونيه. يعني لو انا مسكت لك نيرف في وسطيفه. نيرف ما بين العضلتين اهو. يبقى اسمه ايه؟ كومن بيرونيه. اسمه سوبرفيشال بيرونيه نيرف او ماسكولوكوتينيس نيرف.
ماسكول كوتينيس ده، يبقى دول اثنين ورا لاترال ماليوس، اثنين ورا لاترال ماليوس. خلاص ادي الميديال ماليولس اهو، ادي الميديال ماليولس اهو، يعني ناحيه الصباع الكبير، يعني الشهامه وجدعانه والرجول. خلاص يا دكتور هلاقي ايه؟ ثلاثه ورا ثلاثه ورا ميديال ماليولس، صح؟ ثلاثه ورا ميديال ماليولس. بنحفظ بجمله ظريفه قوي، عارفين اغنيه جدو عالي عنده حمار؟ عارفينها؟ جدو عالي ده احنا هنترجمه بالانجليزي هيبقى انكل توم. خلاص هيبقى انكل ايه؟ توم. خلاص؟ فلما اقول لك ايه؟ توم داز هيت. داز. توم داز فيري نايس هيت. جمله هقولها ايه؟ توم داز فيري نايس هيت. يعني ايه؟ توم يصنع او يفعل خلاص قبعات ظريفه جدا مش كده؟ هات قبعه صح؟ توم داز فيري نايس هات. كلمه فيري نايس في الجمل بتاعتنا يعني فيسلز ونيرفز، ولان انا من ورا هنا تبقى بوستيريور تيبيال نيرف وبوستيريور تيبيال ارتر. طب توم داز هات يعني ايه بقى؟ توم عضله اسمها تيبيالس، ولانها ورا تبقى تيبيالس بوستيريور. داز ديجيتورم فليكسور ديجيتورم لونجس هات هالوسس هالوسس فليكسور هالوسس لونجس. يبقى ثلاثة ورا ميديال ماليولس، ثلاثة ورا ميديال ماليولس تيبيالس بوستيريور فليكسور ديجيتورم لونجس فليكسور هالوسس لونجس. تيبيالس بوستيريور احفظي معايا، تيبيالس بوستيريور فليكسور ديجيتورم لونجس فليكسور هالوسس لونجس. توم داز هات ثلاثة ورا ميديال ماليولس تيبيالس بوستيريور فليكسور ديجيتورم لونجس فليكسور هالوسس لونجس. تيبيالس بوستيريور فليكسور ديجيتورم لونجس فليكسور هالوسس لونجس. خلاص بص يا دكتور اهي ادي الميديال ماليولس اهو، هلاقي تندون، بص تندون كبير قوي، تندون كبير قوي لازق في العظم، بعديه تندون رفيع اهو، بص اهو اتنين تندونز اهو. التندون الكبير اللي لازق في العظم ده على طول ده اهو، بص بالمنظر ده كده، اللي لازق في العظم على طول لازق في التيبيا يبقى تيبياليس بوستيريور، ده ورا التيبيا تيبياليس بوستيريور. والتندون اللي انا رافعه على اصبعي ده فليكسور ديجيتورم لونجس فليكسور ديجيتورم لونجس فليكسور ديجيتورم لونجس. طب والعضله الاخيره، العضله الاخيره مش هشوفها الا لما اطلع دول الاول اللي هم الفيري نايس، مش انا قلت لك توم داز وبعدين فيري نايس صح؟ ادي الفيري نايس اهي فيسلز ونيرفز، فيسلز ونيرفز، ودول من ورا يبقوا بوستيريور تيبيال ارتري بوستيريور تيبيال نيرف بوستيريور تيبيال ارتري بوستيريور تيبيال نيرف. خلاص وبعدين الفليكسور هالوسز لونجس بلاقيها فين يا دكتور؟ بص هرفع التندو كالكينيس بالمنظر ده كده، شايفين تندون كبير قوي ده؟ بص شايف تندون كبير قد ايه؟ شايف عضله كبيره قد ايه؟ تندون حجمه تقريبا قد حجم التندو كالكينيس، قد حجم التندو اخيلس، تندون كبير قوي حجمه قد حجم التندو تندو اخيلس. مين ده؟ فليكسور هالوسز لونجس. توم داز هات، توم داز هات، توم داز هات، تيبيالس بوستيل فليكسور ديجيتورم لونجس فليكسور هالوسز لونجس فليكسور ديجيتورم لونجس فليكسور هالوسز لونجس. توم داز هات تيبيالس بوستيريور فليكسور ديجيتورم لونجس فليكسور هالوسز لونجس. لما اقوم توم داز فيري نايس هات تبقى الفيسلز اللي هي بوستيريور تيبيال ارتري بوستيريور تيبيال نيرف. خلاص طب لما نلف ده بقى كده وابص على اربعه في النص، الاربعه اللي في النص يعني ادي الميديال ماليولس اهو وادي اللاترال ماليولس اهو، انا هبص من قدام، من قدام برضو قصه جده علي، جده علي عنده حمار، يبقى ايه؟ توم هاز، توم هاز فيري نايس دوجز اند بيجز. ده راجل انجليزي بقى ما عندوش حمار، عنده ايه؟ خنازير وكلاب، بعيد عنك خنازير وكلاب. توم هاز فيري نايس دوجز اند بيجز، توم هاز فيري نايس دوجز اند بيجز، توم هاز فيري نايس دوجز اند بيجز، توم هاز فيري نايس دوجز اند بيجز. خلاص بص يا دكتور اهي هنبتديهم، ادي الاربعه تندون اهو، ادي تندون الاول، بص هبتدي اعد من ميديال للاترال، من الميديال ماليولس للاترال. بص ادي تندون اهو كبير جاي من جنب التيبيا على طول اهو، خلاص
وما وصلش للصوابع.